واكد لك يا سيد بدران ان لغايه دلوقتي ما حدش قدر يهرب من العداله لاني انا اللي بطبقها. انت رجل وحيد في نوعك. فعلا انا راجل غريب، في اي بلد اشعر اني سيد يجب ان يخضع له الناس، لاني املك ما يخضع الناس، المال. ولذلك يا ابني الجميع ولا اخشى احد. لا تخشى احد، لكن دي جرأة. انت مالكش اعداء؟ عدوين اتنين، الزمن والمسافة، ولسه ما هزمونيش. اما الناس التانيين اللي بتسميهم اعداء فدول لا اخشاهم، لان كل واحد منهم له ماضي بيحاول ستره، فما علي الا اني انبش في هذا الماضي علشان اجعله تحت رحمتي. وانت مالكش ماضي؟ ليا، لكن ماضي كالقبر المغلق اللي يفتحه ما يجدش فيه الا الموت. بالشكل ده فانت لا تخشى احد؟ انا لا اخشى الا الله وحده. انا معجب بك جدا يا سيدي الامير.